دكتورة سامية حسين، برحب بحضرتك رئيسة مصلحة الضرائب معانا على التليفون. أهلا بيك يا دكتور. وممكن أبتدي معاكي بشكل عام، الموقف الحالي إيه بعد الازدحام، بعد المحاولات لإيجاد طريقة مثلى لعلاج المشكلة؟ مساء الخير أستاذة ريهام. أهلا بحضرتك يا فندم. الحقيقة طبعا حضرتك قدمتي مقدمة، والمقدمة هي مضمون الموضوع. الدكتور محمد معيط وزير المالية كان في أحد الجولات الخاصة بلجان الطعن اللي في مقر مصلحة الضرائب العقارية، والحقيقة لقى الزحام اللي كان موجود لسداد الضريبة العقارية وخاصة في أماكن السواحل، ودي كانت نوع من انواع التيسير للممولين عشان يسدد الضريبه بتاعته عن الاماكن اللي بعيده زي الساحل زي اسكندريه في مقر المصلحه. الحقيقه حب سياده الوزير الامور تتحل بشكل اكبر من كده ويكون اكثر تيسيرا، وكانت لاول مره يطلق الموقع على الموقع الالكتروني لمصلحه الضرائب العقاريه بسداد الضريبه عن طريق عده بنوك، هي الأهلي وبنك مصر وبنك القاهرة كمرحلة أولى. وتم إطلاق الموقع الإلكتروني النهاردة اليوم 21/8/2018، وبدأت عملية استقبال البيانات الخاصة بالممولين، وابتدت هنخليها على 3 مراحل علشان الموقع طبعا ما يبقاش فيه أعداد تأثر على الموقع نفسه وعلى هي عمله. الاعداد كتيره يا دكتور على الموقع النموذج استعلام عن الضريبه العقاريه معانا اهو دلوقتي وحضرتك بتكلمينا. يعني يعني هل انا الناس بكلم قادره تتعامل مع النموذج بشكل سلس؟ يعني الاعداد كتيره. جدا بتتعامل بشكل سلس. احنا لحد النهارده، يعني انا بكلم حضرتك وانا في المكتب، لحد النهارده بنعمل عمليه الحصر للوحدات اللي اصحابها يعني بيستعلموا عليها، تجاوزت اكثر من 586 وحده، كلها تمت بنسبة كبيرة جدا بنجاح، لأن الموقع احنا عندنا آليتين، الحقيقة الموقع الإلكتروني وفي كمان كول سنتر، رقم اللي بيدخل على الموقع بيلاقي للاستعانة. الرقم اللي عايز يملي البيانات بتاعته بيتملاها الموظف اللي موجود في الكول سنتر، واحنا بنرد على البيانات اللي بتجيلنا دي في خلال 3 أيام عمل، بنرد على صاحب الشأن بالضريبة المستحقة عليه. فده يعتبر نوع من أنواع التيسير للممولين، وفي نفس الوقت غير التيسير هي آلية أفضل من إن المواطن يروح وينتظر أكثر من ساعة أو ساعتين. عملية تطبيق الإعفاء المقررة من الضريبة دي يا فندم على العقارات بتتم إزاي أو إيه معاييرها؟ هي الحقيقة الوحدة اللي عليها إعفاء، الإعفاء تم تحديدها وفقا للقانون، إن كل وحدة بيمتلكها الشخص ما عندوش غيرها إذا لم تتجاوز 1,000,000 جنيه فهو معفي من الضريبة، بس بشرط إن هو يتقدم للضرائب العقارية ويقدم ما يفيد إن هو عنده الوحدة دي. بيقدم في نموذج موجود في المأمورية، النموذج ده مجاني، بيقدم مجاني، هو بيملى البيانات بتاعته ويقدم صورة بطاقته وما يفيد إن الوحدة دي بتخصه، وإحنا القيمة اللي موجودة للوحدة مسجلة، احنا عندنا في السجلات بتاعتنا مسجل حوالي 27 مليون وحدة مسجلة، هنقول له الوحدة بتاعتك دي الضريبة بتاعتها مبلغ كذا. طبعا كل الوحدات اللي أقل من 2 مليون جنيه معفية، بس زي ما قلت لحضرتك لازم هو يتقدم بطلب. والحقيقة احنا الناس اللي ما تقدمتش بطلبات إعفاء، ايوه احنا المهلة اللي موجودة النهاردة لحد يوم 15/8/2018 دي خاصه بالناس اللي عليها ضريبه ولم تقوم بسدادها، فاللي عنده وحده واحده والوحده الواحده دي وحده سكنيه مقيم فيها ايوه اقل من 2 مليون جنيه عنده الشهور الباقيه من السنه يقدر يروح في اي وقت، لا داعي ان هو مش يعني محكوم يروح بالشهر اللي جاي بس. الشهر ده محكوم باللي ما سددش ضريبه، وخاصة إن الإعفاء لا ينطبق على كل من يمتلك وحدة في مصيف، يعني الوحدات اللي في المصايف الساحلية دي وحدات مش سكن للأسرة، إلا إذا كان هناك من يثبت إن دي الوحدة اللي قاعد فيها فعلا وده مقر إقامته وسكنه وعمله.
ده بالنسبة لقيمتها ماديا. لقيمتها. هل في أي إعفاءات أخرى يعني مرتبطة بأي شيء آخر، ولا بس مرتبطة بالقيمة المادية للعقار أو للوحدة السكنية؟ الوحدة السكنية اللي ليها إعفاء هي وحدة سكنية بيملكها الشخص اللي هو رب الأسرة. وعايزة برضو أضيف هنا إن رب الأسرة قد يكون رب الأسرة ممكن تكون مش رجل، يعني ممكن تكون أرملة أو مطلقة والوحدة باسمها، أو تكون الوحدة ملك للزوجة والزوج لا يملك، فبيقدم إن هو لا يملك إلا هذه الوحدة فبيتم عليها الإعفاء. ده بالنسبة للسكن. هناك إعفاء آخر للوحدات غير السكنية،